قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم أعزائي عزيزاتي، نتمنىكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وكيف ما ديما وبحال العادة كل نهار قصة جديدة، آلام ومعاناة وكوارث جديدة، كارثة من نوع خاص. اليوم معنا واحد المتتبعة تشارك معكم واحد القصة اللي غادي الشعر دراسكم يوقف ليها. والله يا البنات هاد القصة هادي إلا غادي تجيب لكم ما يبقاش، غير صبروا واسمعوا ليها من الأول حتى للنهاية، لأن دائما كنقول لكم في ذاك التفاصيل الصغيرة كاين مربط الفرس وتما كيكون السر. فما نطولش عليكم في البداية أكثر من هكذا، فعافاكم ما تنسونيش مجيموكم ومطير وبارتاجيو كاملين، الله يجازيكم بخير وعاونوا هاد السيدة بالنصائح اللي كتقدموا لجميع الناس اللي كيدوزوا من هاد القناة هادي. الله يخطيكم عليا وبارك الله فيكم. كنعتبركم عائلتي الثانية، كتعاونوني والله العظيم. بعد المرات انا راه كنحير وما كنعرفش شنو نقول، ولكن الحمد لله فاش كندوز للتعليق ديالكم كنلقاكم قلتوا داك الشيء اللي خصو يتقال وكثر عاد وحسن مني، فشكرا لكم جميعا مجددا. بقاو معايا حتى النهايه وعافاكم كيف ما قلت لكم، بارطاجيو الحكايه. السلام عليكم، الاسم ديالي سحر، فعمري 28 عام. اليوم جيت نعاود لكم الفضيحه اللي درت في راسي وفي راجلي. المهم البنات انا عارفاكم غادي تقلقوا مني وغادي تقولوا لي كيفاش وعلاش، والله العظيم حتى نجيكم الصراحه. وجيت هنا غير باش تخوي قلبي، واخا تقولوا فيا داكشي اللي قلتوه انا مستعده نسمع لكم كاملين، وعارفه اختي امينه غادي تزل ليا ودنيه. المهم اخواتاتي، انا واحد البنت بسيطه تربيت وسط عائله اللي على قد الحال، انا من الجهه الشرقيه ومعروف على الناس ديال الجهه الشرقيه ناس كيحشموا وناس كيخافوا بزاف ديال الامور. تحيه كبيره للناس ديال المغرب كامل. المهم اخوتي، انا غادي نعاود لكم الحكايه ديالي وغادي نبسطها لكم شويه وعافاكم الا ما فهموني. المهم كما قلت لكم تربيت وسط عائله بسيطه جدا. الاب ديالي درويش مسكين وخدام على راسو كيجيبها من السبع وكيوكلها لينا، اما الام حتى هي انسانه مسكينه ظريفه والله يعمرها سلعه، واخا هي الصراحه كانت صعيبه شويه معانا. حنا بينا ثلاثه ديال البنات وولد واحد، الولد هو الكبير فينا وانا هي اللي مور الولد ومورايا خواتاتي بجوج. المهم الحمد لله الطفوله ديالي ما فيهاش شي حاجه اللي خايبه ولا صعيبه، عشنا عاديه، كبرنا غير في الديور ديال الكرا، كانوا معنا شي جيران الله يعمرها سلعه 14 سنه وحنا ساكنين معاهم في نفس الحي. صراحه كانوا بحال العائله ديالنا وكنا متفاهمين لواحد الدرجه اللي ما كتصورش. الاخ ديالي مسكين حتى هو شبه الوالد غير درويش، وكان مسكين خدام على راسو بدراعه مكملش قرايتو، يلاه قرا التاسعه وخرج وبدا كيعاون في الوالد. المهم داز علينا ايام دي صعيبه شويه، ولكن الحمد لله كل شيء كيدوز مع الصبر. القصه ديالي ما غادي تبدا حتى تعرفت على واحد الولد. الولد هذا كنت كنحمق وكنتصد عليه، وانا يلاه كنت كنقرا داك الساعه في الثامنه. صافي الصراحه هاد الولد هذا كانت كتربطني معاه واحد العلاقه زوينه بزاف، ما كانش بيناتنا شي حاجه ديال الحرام وما كناش كنديروا شي حاجه خايبه، ولكن كنا كنتبادلوا رسائل الحب والغرام. هو في ديك الوقيته كان كبير عليا، تقريبا كانت عنده شي 24 عام، اما انا كنت يلاه صغيره ويلاه طالعه في 13 عام. ولكن الحمد لله كنت طافحه وكنت كبيره وكنبان اكثر من السن ديالي، لدرجه كاع الناس اللي كيقراو معايا كانوا كيحسب لهم انا ساقطه العام، وحتى الاساتذه كانوا كيقولوا لي انت تبارك الله كتباني كبيره على العمر ديالك. الاخ ديالي ما كانش معانا في نفس المدينه، وكان اضطر انه يمشي يخدم واحد الصنعه اللي خارجه من المدينه ديالنا. داك الصنعه تقريبا ما كتخدمش في المدينه ديالنا الا قليل، واصلا هو فاش تعلم ما تعلمش في المدينه اللي حنا ساكنين فيها، فاش بغيت يتعلم ديك الصنعه كنتدخل للمدينه اللي ساكن فيها هو ودخلوا مع واحد المعلم وتعلم ديك الصنعه هذيك، وبقى تما خدام على راسو وكيجي عندنا مره في 3 شهور مره في 4 شهور، ولكن ما كينساناش من المصروف ديالنا. اما بالنسبه لخواتاتي كانوا صغارين عليا، الوالد كان دايها مسكين غير في الزمان كيف ما كيقولوا حاصل غير مع الماء والضو والكرا، واخا خويا كان الصراحه معاونو شويه. صافي هي هذيك بقيت انا على علاقه مع داك الدري، وكنت ضربه الزمان بالبركله ما كنفكر حتى في شي حاجه.
ما كنفكرش في الوالد ديالي مسكين اللي كيقيل نهار ومطر هو يجري على طريفه الخبز باش انا ناكل ونشرب والناس ونقرا مزيان، وما كنتش كنفكر في الام ديالي اللي كانت مسكينه حتى هي كتبات تخمم هي وياه وكتحيد القمون حداها وكتعطيها لينا باش حنا نعيشو مزيان، ولكن كنقولوا عقل الصغر ما عندنا ما نديرو. صافي بقيت انا مع داك الولد تقريبا شي عامين، واحد النهار كنطلب مني علاقه جنسيه، جيت انا قلت ليه لا. صراحه رفضت واخا كنت باقه صغيره كنت بعقلي، كنت ديك الساعه كنقرا في السن كماني وكنت سبحان الله هزت كبرت وزيانيت. ايوا واحد النهار جا هو لذاك المدينه حيت هو اصلا كان خرج وما بقاش ساكن في ديك المدينه اللي كان ساكن فيها، يعني ما بقاش في الحي، وكان خرج تقريبا شي عام ونص ما بقاش كيرجع بزاف قليل فاش كيجي. بقى واحد المره غبرت شي 7 شهور وكنا انا ويا بيناتنا غير رسائل، كان هو كيصيفط لي الرسائل مع واحد السيد كنت كنعرفو، هذاك السيد الله يعمرها سلعه ولحد الان باقا كنعرفو، وكان مسكين هذاك السيد كيجيب لي دوك الرسائل حتى لعندي وما عمرو فتحني، دائما كيصيفط لي معاه رساله ومعاها 100 درهم ولا 200 درهم كيقول لي اكسي راسك. حتى لواحد الوقيته فاش جا قلت لكم غبر واحد 7 شهور هكذاك، هو جا لقاني تبدلت عليه وزيانيت وزدت بياضيت، صافي لصقني اللصقه ديال اللعب وقال لي والو غادي ديري معايا علاقه. قلت لي انا لا، بغيتيني للحلال مرحبا، كان غلطك في داك الشيء انا لا. كان كيقول لي واعتبريني انا يا راجلك وانا غادي نتزوج بك وحق راه كنخدم وكنقدر نجمع الفلوس وغير غادي نجمع غادي نشق من داركم. قلت لي انا لا، بغيتيني اجي خطبني من دارنا هو الاول ودير بيا العقد وانا ديالك وداك الشيء اللي بغيتيه نعطيه لك. الصراحه واخا كنت كنهضر معاه كنت كنهضر معاه على اساس انني يعني غادي نتزوج به وما كانتش نيتي صراحه خبيته، اما هو كان العكس ديالي تماما. صافي السيد شفتو بحال بدل عليا النظره ديالو وبحال هز عليا قنافه وما بقاش كيهضر معايا، انا حطيته في الامر الواقع ولكن بان ليا فيه الضغط. واحد النهار قلت ليه بغيت نهضر معاك، قال لي ما عنديش الوقت انا راه كنجمع حوايجي غادي نرجع بحالاتي فين منين جيت. قلت لي عطيني غير 10 دقائق من وقتك، هو كان كيحسب له غادي نعطيه داكشي اللي كان باغيه. صافي قال لي واخا فين بغيتي نتلاقاو، قلت لي نتلاقاو في البلاصه الفلانيه بلاصتنا المعلومه فين كنا كنتلاقاو دائما. صافي مشيت عنده، الصراحه هو عاجبو الحال وجاي فرحان ولكن في نفس الوقت مجبد وطلع مطلع عليا نيفو في السماء. قال لي شنو كاينك لاباس، قلت لي شوف اولاد الناس انا النهار اللي ربطت معك علاقه ما ربطتش معك علاقه ديال الحرام، انا ربطت معك علاقه حيت قلتي لي كتبغيني وباغيني الزواج وكتسناني غير نكبر شويه وانت تخدم شويه وغادي تجي تخطبني من دارنا. دابا تقريبا هذه 2.5 ولا 3 سنين وانا معك، دابا دير معايا شي حل، بغيتيني الزواج اجي اليوم هضر معايا مع الوالدين ديالي، انا ما بغيتك تجيب حتى شي حاجه، اجي غير برجليك ما تحط عليا حتى قلب ديال السكر، هضر غير بفمك وسير. داك الساعه نكونوا انا وياك مخطوبين على الاقل، حتى الى شافنا خويا ولا وصلوا لطرا، واخا الصراحه هو ما كيكونش هنايا، ولا شافنا الوالد ولا الله يسر شي حاجه يقولوا راه خطيب ديالها، واخا يهضروا يقولوا راه حكا كانوا مخطوبين لبعضياتهم. ايوا هو يقول لي شوفي يا بنت الناس واش عيطتي لي على جوج على هاد جوج الكلمات، قلت لي اه مالهم ما عجبوكش، قال لي لا تبارك الله عليهم عجبوني وحمقوني. قلت لي اذا اجي خطبني من دارنا ونتزوجوا، حنا دابا هادي شحال وحنايا انا وياك ولدنا الولاد كرام تبارك الله كيهضروا. قال لي شوفي غادي نجيك مال الاخر، قلت لي حتى انا باغا الصراحه. قال لي بنت الناس انت ما تصلحيش ليا، قلت لي علاش، قال لي هكذاك انت انسانه معقده ما تفتحاش وانا الا بغيت نتزوج ضروري خصني ندير علاقه مع السيده اللي غادي نتزوج بها. قال لي ولا طلعتي وحده واسعه حاجاكم على هاد الكلمه وسمحوا ليا بهاد المفهوم هذا. قلت لي كيفاش شنو كتعني، قال لي المقصود ديالي راه باين، انا ما غادي نتزوج بك حتى ندير معك علاقه، عجبتيني هي هذيك ما عجبتينيش الله يعاوننا الله يعاونك. قلت لي دابا القضيه فيها العجب ولا، قال لي بطبيعه الحال عجبتيني غادي نكمل معك، ما عجبتينيش الله يعاونك. قلت لي دابا نتايا باغي تجربني تجرب النعاس معايا وتفتك البكره ديالي، ولا عجبتك تزوج بيا، ما عجبتكش الله يعاون الله يعاون. قال لي هادشي اللي بغيت نوصل لك، الحمد لله طلعتي انسانه ذكيه وكتفهم. قلت لي الحمد لله على انني طلعت انسانه ذكيه وكنفهم وما عطيتكش الشرفيه الحقير. المهم درت في واحد الدوره شيطانيه، زيدو حتى هزا وعطاني بواحد الترفيقه نساني الدنيا وما فيها. المهم شنو غادي نقول لكم، ما ندمتش نهائيا، علاش؟ حيت وراني الوجه الحقيقي ديالو او قلت صافي الحمد لله انا على ان الله سبحانه وتعالى بين لي الحقيقه ديالو، والحمد لله على انني ما فرطت في الشرف ديالي. صراحه كرهت وكرهت لواحد الدرجه اللي ما كتصورش.
تقريبا شي شهر وانا غير كنبكي حتى القرايه ما بقيتش كنديها فيها، وبقيت الصراحه غير عطيها غير التخمام وتزعنين، وديما كندير براسي مريضه وانا ربي اللي كان حاس بيا. كانت كتعيا فيا الوالده مالكي مالكي، كنت كنقول لها امي ما مالي حتى شي حاجه انا مريضه وصافي. ايوا صافي بقيت هكذاك داك العام هذاك سقطت تما، قلت لهم ما بغيتش نقرا. عيا فيا الوالد مسكين قال لي قرايه بنتي وعلاش ما بغيتيش تقراي؟ قلت ليه صافي الوالد ما بغيتش نقرا، ما بقاش عندي التركيز ديال القرايه، خليني نجلس في الدار. صافي جلست في الدار تقريبا واحد العام، من بعد جاني القنط وجاني الملل. هي هذيك كنت طلبت من خويا يديني معاه عند خليل ديك المدينه هذيك، بالفعل ما قالياش لا، كان جا عند نظيف جاب معاه اللي قسم الله، وكيف ما موالف مسكين كيتهلا فينا بداك الشيء اللي قسم الله. فاش جا غادي لصقت فيه داني معاه، مشيت عند خالي بقيت تقريبا عندهم شي 3 شهور ولا 4 شهور. تما شافني واحد ولد خالي اللي الصراحه ما كانش حتى هو في نفس المدينه اللي كان فيها خالي، هو كان موظف واحد المدينه واحده اخرى. صافي فاش جا شافني عجبته وبانت ليه كبرت، واخا كان الصراحه كيعرفني ولكن كيعرفني مش حال هادي، يعني بيني وبينه شي 50 ولا 60 ما تشوفت مع داك ولد خالي. مي شافني عجبته وقال ليهم منها نخلع. انا الصراحه ما عجبنيش وما جانيش على خاطري صراحه، هو في الزين ديال الوجه ما بيهش، ولكن العقليه ديالو ما كانتش كتعجبني، بحال كيجيني خفيف وبحال مبرهج، كيضحك بلا قانون، كيهضر بلا قانون، كياكل بلا قانون. المهم السيد غادي وفمو محلول كيفرنس بحال الضبع، انا كان كيجيني ثقيل على القلب. المهم عياو فيا، قلت لهم انا ما غاديش نتزوج. قلت ليها خالي انا ماشي عيبت الولد ولكن انا ما بغاش نتزوج دابا صراحه. خالي ما بغاش يبزز عليا وقال لي يا بنت اختي حنا ما غاديش نبززو عليك الزواج، بغيتي مرحبا ما بغيتيش ماشي مشكل. صافي بقيت هكذاك. من رجعت في حالتي لعند امي جلس في دارنا، بديت كنشق على امي الحمد لله داخله سوق راسي، ما كندير صحاب ما كندير صحابات، داخله جوايا. صافي امي ما قال لخالي، ولكن داك الولد اللي كنت كنبغي ودار فيا الصراحه ما تنساش ليا، وكنت كنتمنى ان كنت داتني نموت وما نسمعش داك الهضره يعني اللي كان قال ليا وجرحني بها بزاف. كان دائما كيجي ملي كنشوفو الصراحه كنزح الباب، الا شفتو في الباب ولا شفتو وانا كنطلع السرجم كنزح السرجم. هو دائما فين ما كان كيجي كيتقصد انه يجيب معاه البنات للدرب، وكان بالعاني كيبغي زعما يجنني ويقول لي ها انت شوفي هاني جبت لها لك. انا كنت الصراحه كنتفقص ونقدروا نقولوا كان عارف ليا النقطه ديال الضعف ديالي. صافي تما قررت انني غادي نخوي داك المدينه كاع، حيت انا فاش كنت مشيت عند خالي كانت واحد بنت خالي يعني كتخدم واحد الخدمه زوينه في واحد الباتيسري وكانت شاده لاكيس، وكانت عيات بيا قالت لي الا بغيتي تخدمي راه خاصهم واحد البنت غير هكا تبقى تسربي الكليان. انا في داك الساعه ما بغيتش، مع داك ولد خالي كان محكر عليا وباغي نتزوج بيك وكذا، فين ما نجلسو يجبد عليا ديك الهضره الحامضه، ومعاه ما كانش عندي معاه. صافي فاش عرفتو مشى بحالات ويخدم على راسو قلت انا لامي انا غادي نمشي عند خالي نخدم. قالت لي وانت خالك ما بغيتيش تزوجي بولدو ما رضيتيش بيه، ودابا باغا تمشي تجلسي تاكلي وتشربي على دارو. قلت لي انا ما غناكل على دارو ما غنشرب على دارو، انا غادي نمشي نخدم مع بنتو ان شاء الله فاش نستقر غادي نسكن مع خويا ونخلص معاه الكره. مع كيف ما قلت لكم خويا ساكن داك المدينه وكان كاري، واخا الصراحه كان خاطب كان قريب يجيب المراه ديالو، جلس نونس خويا بين ما جاب المراه ديالو. صافي قالت لي الوالده ماشي مشكل سيري. الوالد كيف ما قلت لكم مسكين ما كيهش ما كاينش، وداخل السوق راسو ودرويش، واللي قالت لي امي راه كيدير بها. صافي هي هذيك جمعت حويجاتي مشيت عند خالي، تلقات لي مرات خالي الصراحه اللي كانت مطريفه الله يعمرها سلعه، كنت عزيزه عليها. كانت كتقول لي بنتي كون كنتي بغيتي تكوني عروسك وراكي معايا. الصراحه مرت خالي من اطيب خلق الله، واخا خالي شويه مزير والصراحه كيحكر على بزاف ديال الحوايج. صافي مشيت عند داك بنت خالي، دخلتني مع داك السيد مول داك الباتيسري، دخلت خدمت. الصراحه خدمت بواحد الصالير ماشي كثير بزاف، كنت خدامه ب 2000 درهم في الشهر، الحمد لله والشكر لله كان قليل داك الصالير بالنسبه ليا، نكري منه وناكل منه ونشرب منه. ولكن الا كنت مثلا واكله شاربه يعني عند خالي راه داك المصروف داك عفوا داك المبلغ كافيني، حيت ما غاديش نصرف منه. اما الا كنت غادي نصرف منه ما غيكفيني في والو. صافي هي ديك خدمت الشهر الاول، الشهر الثاني الثالث، ديك الوقيته جا ولدهم وكان شاد واحد الكونجي وغادي يجلس عندهم واحد الشهر ونص. صافي قلت مع راسي كحالت عليا، راه نمشي عند خويا نجلس معاه. هي هذيك ملي قلتها لخالي ومرت خالي ما بغاوش، قالوا لي جلسي معانا والولد حنا غادي نهضروا معاه كاع ما يهضرش معاك. صافي قلت لهم انا الصراحه شمانه منه، هو باغيني الزواج ولكن انا راني ما مستعداش نتزوج دابا.
صراحه قنعوني، قالوا لي خلي خوك في التيقار، خوك زوفري ما عندكش تمشي تسكني معاه، خلي بعدا تيجيب مراته، ولا بغيتي تمشي عنده سيري عنده، دابا الثقه ما كايناش، على الاقل هنا راهم كاينين البنات اللي تنعسي معاهم وتونسي معاهم. صافي وليت ريحت عندهم. ايوا هي هذيك جا ولدهم. الصراحه هاد المره ما تصرفش معايا نفس التصرف اللي كان كيتصرفوا نهار الاول، بحال نقولوا دار عقله، وني تهضر مع خالي ومرت خالي. صافي كنديها في سوق راسو، البلاصه اللي كنكون انا جالسه فيها هو كيخويها، مثلا انا كندخل هو كيخرج، المهم ولا داخل زواه، وكان الاغلبيه كيهضر في التليفون بزاف، ولا كيشد الجورنال وكيبقى يقرا. صافي هي هذيك دوزت الكونجي ديالو، الصراحه حمدت الله وشكرته وقلت اللهم لك الحمد وسبحان مغير الاحوال. بقيت مع خالي تقريبا شي عام ونص، ما عمر الصراحه جرحوني بشي كلمه ولا قالوا لي شي هضره، وفين ما كان كيجي هاد ولدهم كيتعامل معايا مزيان. واحد المره كنت عندهم، وكان داك الساعه هو يعني كان كيشد كونجي من العام لعام، كيشد تقريبا شهر شهر ونص، جا عاوتاني في الكونجي ديال العام لي، يعني داز عام كله جا الكونجي ديالو داك العام هذاك، فجا جاب لي واحد الكادو زوين عجبني بزاف، وليت كنشوف انا هاد ولد خالي كيهتم بيا، وبحال نقولوا ولا عزيز عليا، وليت كنشوف فيه واحد النظره من غير انه ولد خالي. وليت مثلا هي مع بالي كنقول شتي كون قبلت نتزوج بها هو دار عقله. حتى لواحد النهار جات عندي مرت خالي وكررت عليا نفس الهضره، قالت لي فلانه، قلت ليها نعم، قالت لي راه واحد السيد باغي يجي يخطبك، الا زعما كنتي ناويه تزوجي. قلت لها مرت خالي انا ما دايرهش الزواج في راسي، ولكن اللي فيها الخير الله يجيبها لينا. قالت لي امين. قلت لها شكون هو هذا السعيد الحظ اللي باغي يتزوج بيا؟ قالت لي ولدي فلان. قلت لها والله يا مرات خالي واش كتهضري بصح؟ قالت لي والله الا كنهضر بصح، راه هضر معايا وقال لي امي شوفيها ربما تكون بدلت النظره عليا وتكون ولات زعما يعني تبغي تزوج بيا، انا راني مستعد. صراحه فاش درت معايا مرات خالي وشتو انه عطيني التقار والاحترام، بقيت كنفكر. قلت ليها شتي شنو غادي ديري مرات خالي، خليني نفكر شويه ويكون خير. داك الوقيته كانت باقا لي سيمانه وشد واحد الشهر ديال العطله، حتى حنايا تقريبا كان عندنا شهر، كل 6 شهور كيعطيونا شهر ديال الكونجي من ديك الباتيسري. صافي هي هذيك، قلت ليها خليني نفكر ويكون خير. مشيت لدارنا بقيت كنفكر، هضرت مع الوالد ومع الوالده، قالوا لي دبر راسك تحملي المسؤوليه ديالك، هي الا بغيتيه وبغاك حنا ما نقولوا لكم غير الله يسخر والله يكمل عليكم بالخير. داكشي اللي كان. بقيت تقريبا شي 15 يوم انا نعيط لبنت خالي، قلت ليها فلانه، قالت لي نعم، قلت ليها عطيني النمره ديال خوك، مع العلم ان خوها ما كانش عندي الرقم ديالو. صافي عطاتني الرقم ديالو وهضرت معاه مباشره، السلام عليكم السلام، قلت ليه انا فلانه، قال لي مرحبا، قلت ليه شنو غادي نقول لك، انت دابا طلبتيني جوج ولا ثلاثه د المرات، انا الصراحه دابا ما غاديش نقدر نرفضك. قال لي شوفي انا ما غاديش نفرض عليك راسي، انا عارف راسي انني قشرت عليه، ولكن بنت عمتي انا باغي معاك الحلال، واخا نقلب الدنيا كامله ما نلقاش بحالك، وانت اللي عجبتيني وسط البنات كاملين وخصوصا بنات العائله. قال لي كاينين بنات عماماتي وحدين اخرين، ولكن الصراحه ما حليتي لي غير انتيا، دابا الا كنتي باغياني مرحبا، كنتي زعما غير حشمانه تقولي لا، فمن الاحسن قولي لا دابا، احسن من بعد نوقعوا في شي حوايج اللي ما مزيانينش. قلت ليه ان شاء الله ما غادي نوقعوا حتى في شي حاجه، وانا غادي نتزوج نتزوج، وبحالك انت ما نلقاش، وزيد دابا انا مولفه مع خالي ومرات خالي وما نلقاش حسن منهم، وزيننا ما يدي غيرنا. صافي نقولوا انني تفاهمت انا وياه، وقال لي لا لا مرحبا. صافي تما فين هضر مع الوالده ديالو، والوالد تكلفوا هضروا مع الكبارين، المهم تفاهموا الكبارين بعضياتهم، داروا واحد الوقيته وجاو عندنا قبل ما نكمل الكونجي ديالي، خطبوني، درنا المهم اللي خصو يدار، جمعنا الوريقات ديالنا، درنا العقد ديالنا، العرس اجلنا حتى العام الجاي. قال لي يا خالي دابا بنتي الا بغيتي ترجعي تخدمي كيف ما كنتي اجي تخدمي، هو راه كيجي اصلا مره في العام، بحال راه في اوروبا هو كاين غير في المغرب، هي هو الخدمه ديالو في الاداره، وكانت عنده واحد الخدمه شويه صعيبه خصو ضروري يكون موجود. صافي هي هذيك خطبني، عقدنا العقد ديالنا، العرس قلنا ما غاديش نديرو حيت هو كان باغي يدير لي داري بوحده، ونيت هو كيخدم بعيد كان باغي يديني معاه، وهو ما كانش واجد انه يديني معاه داك الوقيته. صافي هي هذيك درنا العقد ديالنا، درنا واحد الحفيله بسيطه، رجعت معاهم نيت، كنا درنا الحفله عندنا وعقدنا في المدينه ديالنا. صافي رجعت معاهم، بقيت خدامه على راسي، حتى انا كنجمع فليسات كندير الدب ديالي، صراحه داك الوقيته كان قال لي خلي لي شديتيها سيري عربني بها الدب حسن لك، ديري ذهبك خليه تحت منك. داكشي اللي كنت كندير، هو مشى يخدم على راسو، كان بيناتنا غير التليفون،
وحتى الهضره اللي بيناتنا ما كانت زعما مبنيه على الحب والغرام، كان كيهضر معايا هضره عاديه وكان كيقول لي انت ان شاء الله تكوني مراتي ومرات ولادي وشنو غادي نديرو. كنا كنخططوا للمستقبل ديالنا، ماشي كنا عايشين الحب انا وياه. الصراحه غلطنا في هذه القضيه هذه، لانه هو كان كيخاف يهضر معايا على داك القضيه ديال الحب، لانه هو كان شايف انه مزوج بيا يعني بحال انا بحال هي مبزين عليا داك الزواج. واخا شحال من مره وانا كنقول ليه بلي انا باغا نتزوج بيك عن اقتناع، صافي هي هذيك. مشى خدم على راساتو، كملنا داك العام هذيك. فاش قرب يجي عيط لوالديه قال لهم نوجدوا انا راني جاي غادي نديروا العرس ديالنا في هذا الشهر. صافي حتى انا رجعت للمدينه ديالي، كنت الحمد لله جمعت بركه ديال الفلوس شويه كما قلت لكم كنت كندير به الدب، وشويه خليته عطيته للوالد باش يتعاون به في العرس. صافي درت العرس ديالي، دوزت الحفله ديالي، فرحت مع راساتي، فرحوا معايا خواتاتي، جا خويا الكبير حتى هو مسكين عاونني وفرح معايا، جاو العائله جاو الحباب. المهم كلشي غيراني من الزواج ديالي، وكان قال لي بلي غادي نروح عند الوالدين ديالو تقريبا غير شي شهر ونص من بعد نمشيو انا وياه، يعني داك الكونجي غادي يدوزو في العرس وغادي يدوزو مع والدي، من بعد غادي نمشيو للمدينه ديالنا سيمانه قبل ما يبدا الخدمه، وداك السيمانه فيها ندوزو شهر العسل. قلت ليه ماشي مشكل. فعلا درنا العرس ديالنا، جا روحني لدارهم، كلشي داز بخير وعلى خير، دوزنا واحد العرس غزال الصراحه. درنا جوج الاعراس، انا درت في دارنا وهو دار في دارهم، حتى هو فرحوا به خواتاته وفرحت به مو. المهم كلشي داز بخير وعلى خير. جلست مع مرت خالي وخالي تقريبا شي شهر، مع انا كنت مولفه الجلسه معاهم ما جاتنيش شي حاجه خايبه او صعيبه، كانوا موجدين لي البيت ديالي وقالوا لي ان شاء الله ملي تبقاو تجيو في العطل انت وراجلك تبقاو تدخلوا يعني تستقروا في البيت ديالكم، فيه ناموسيه فيه بلاكار ما في كاع داكشي اللي تحتاج المراه. هي هذيك دوزنا داك الشهر، بقات تقريبا شي 15 يوم باش هو يرجع للخدمه ديالو. هزينا حويجاتنا بلزنا ومشينا للدار اللي غادي نستقر فيها. كان الصراحه دفعوا في واحد البارتما زوينه واخا كانت صغيره، ولكن بيني وبينكم راه قادنا انا وياه. المهم معليش نقول لكم انني كنت سعيده مع هذا الراجل 100%، لان في قلبي واحد الراجل واحد اخر، وما عمر هذاك الراجل تزول لي من قلبي، واخا جرحني وهاني دائما كنت كنفكر فيه. تصوروا قسما بالله الله يسمح لي من هذا الشيء كامل اللي غادي نعاود لكم. شحال من مره كنت انا وراجلي في علاقه وكنت كنفكر فيه هو، بحال عايشه غير مع الجسد ديال الراجل، اما عقلي كاين مع راجل واحد اخر. حتى لواحد النهار لقيت راسي حامله ولكن ما كتبش. راجلي كان فرحان بزاف داك الحموليه ديالي، والصراحه كان كيتمنى انها تكمل، ولكن مع كامل الاسف ما كملتش داك الحموليه، وكان قال لي ماشي مشكل ربي غادي يعوضنا. صافي طاحت لي داك الحموليه ما عرفتش شنو هو السبب. من تما اي كنحمل كنطيح كنحمل كنطيح، صافي حتى وليت كنكره شي حاجه سميتها الحمل، لدرجه انني وليت ضعيفه. كيفاش كنت وكيفاش وليت؟ كنت تبارك الله بحال العوده، وليت بحال شي قطه اللي كيشوفني كيتخلع. صافي من بعد قال لي الطبيب صافي ما تحاوليش دابا تحملي، ارتاحي شويه حتى ان شاء الله من بعد. بقيت مع الزوج ديالي تقريبا شي 3 سنين، ما بداك الوقيته تقريبا انا حملت شي 3 ولا 4 المرات وطيحت. صافي من بعد ما بقيتش باغا نحمل، وحتى الطبيب كما قلت لكم قال لي من الاحسن ما تحمليش دابا. ايوا بقيت واحد المده، حتى لواحد النهار اللي كان كحلف بالنسبه ليا انا. واحد النهار مشيت نتقدم السوبر ماركت، وشكون كنتلاقى تما؟ كنتلاقى داك السيد اللي كنت متصاحبه معاه، وكانت معاه واحد لاله مولاتي هزه واحد الوليد في يديها. داك الوليد تكون عنده داك 4 شهور ولا 5 شهور، صراحه غير صغيوه هي هذيك. تلاقيتو هكا كما جات عيني في عينو، بديت كنشوف فيه وحتى هو شاف فيا واحد الشوفات اللي في شي شكل. صافي كملت على طريقي حتى السلام ما ذكرتهاش عليه. صافي هي هذيك كملت على الطريق ديالي، بقيت كنتقدى وانا عقلي كامل شارد الصراحه. فكرت القديم والجديد، انا قلت هذيك اللي معاه اكيد غادي تكون مرتو، وداكشي اللي اعتقدت هو اللي كان. صافي من بعد ما تقديت خرجت التقديه ديالي غادي نمشي بحالاتي، وانا لقى السيد جا عندي كيجري. خلى داك السيده في الطوموبيل وجا عندي كيجري معاه، هو كانت عنده طوموبيل داك الوقيته. صافي هي هذيك وقفني، السلام عليكم واش انتي فلانه؟ قلت ليه شنو ذكرك بيا؟ قال لي الصراحه انا راني عرفتك من النظره الاولى، ولكن غير بغيت نتاكد وبنتي لي ضعفيتي وتنشلتي مالكي؟ قلت ليه الحمد لله وسبحان ودي الاحوال. قلت ليه العكس ديالي، انت تبارك الله كتبان بخير عليكم مزيان. قال لي ودي اش غادي نقول لك، راه ما يحس بالمزود غير اللي مخبوط به. وقال لي ما تحكميش على الشكل ديالي. قلت ليه ياك لاباس مالك؟ قال لي ايوا اش غادي نقول لك، القصه طويله وعريضه. قلت ليه والله يسمعنا اخبار الخير.
صراحة أنا غلطت أول مرة حيت عطيت له الوقت وعطيت له ليسباس فين يهضر معايا. قال لي الهضرة ما كتكونش في الزنقة، وراك شتي راه كانت معايا المدام وراني خليتها في الطوموبيل. مرتو كانت يلاه ولدت بشي 4 شهور، داك الوليد كان صغيور وكانت هزاه في يديها، يعني باين عندها هي تربية صغيرة في يديها. والصراحة يمكن ما تقدوا شي حاجة كبيرة للدار، واقيلا كانوا كيتقدوا شي حاجة للبيبي. ما بغيتش نبحث فيه بزاف. المهم قال لي الا كان ممكن اعطيني النمره ديالك وانا غادي نتصل بك ونعاود لك كاع على داكشي اللي صرا لي موراك. قال لي الصراحه توحشتك. الصراحه ما كنتش غادي ندير لكم جوج ديال الاجزاء، ولكن لقيت القصه طويله وقلت ما فيها باس ندير الاخوات الكريمه جوج ديال الاجزاء باش ما يجيهمش الفيديو طويل. فهات وحشتك، هادي كاين بزاف ديال الحوايج غادي يوقعوا موراها. كما كنقول لكم دائما الجزء الثاني كيخفي اشياء عظيمه بزاف، وخصوصا في هذه القصه هذه اللي هاد السيده الصراحه غادي دير شي حوايج اللي ما غادي يبغيهم لا سيدي ربي ولا العباد. السيده هذه تصرفت بغباء وتصرفت بانانيه بزاف، لدرجه ان الجزء الثاني ديالها غادي يشوكيكم وغادي تقولوا كيفاش كانت وكيفاش ولات. هي من هذا المنبر كتقول لكم لامها ماشي مشكل، ولكن عافاكم الله يجازيكم بخير. انا كنقول لكم بدون تجريح، راه الله يحسن العوان وكل واحد الظروف ديالو، والشيطان هذا والانسان راه ماشي معصوم. فما كان دافعش عليها بطبيعه الحال، زلت ليها ودنيها. ولكن اش غادي نقول لكم، انا والله العظيم الا بقات فيا لدرجه ان القصه ديالها اثرت فيا بزاف، وخصوصا الجزء الثاني. فغادي نخليكم معايا وما غاديش نطول عليكم اكثر من هكذا، ونيت ما غاديش نتاخر عليكم. بطبيعه الحال غادي نحط لكم الجزء الثاني كيف ما موالفه كنحطو لكم. ان شاء الله باذن الله كنقولوا هذا الجزء هذا كنحطوه مع الوحده، عفوا مع 12 ونص ديال النهار بتوقيت المغرب، والجزء الثاني كنحطوه مع الوحده ونص. هذا الا تحط في نص النهار، الا تحط في الليل يقدر نحط لكم الجزء الاول مع 8 ونص والجزء الثاني مع 9 ونص. المهم بحال هكذا. المهم انا مازال ما عارفاش التوقيت اللي كيعجبكم يتحطوا فيهم لي فيديو، مي انا كنحاول انني نحط في التوقيت اللي مختلف باش ان شاء الله نشوفوا وقتاش كيكونوا الناس حاضرين ناظرين. الى ان القاكم في الجزء الثاني، دمتم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.